اكتظت شوارع المدينة العائمة في إيطاليا بالجمهور الذي قدم للاحتفال بمهرجان البندقية السنوي، مرتدين أقنعة وأزياء حيكت بأيدي أصحابها خصيصا لهذه المناسبة. مئات الأشخاص من بينهم أطفال سيرتدون ملابس ملونة ذات تصاميم شعبية أنيقة ويسيرون في شوارع المدينة بدءا من ساحة القديس مارك طيلة أيام الكرنفال. منهم من سيتجه للميادين والقصور القديمة لحضور العروض الموسيقية، والآخرين إلى الجداول المائية التي تقام بها فعالية القوارب الجندولة. السيدة ريتا بيير أنجلو بدت سعيدة إذ قطعت مسافة طويلة بالقطار للاستمتاع بالمهرجان الذي يعود تاريخه إلى ما قبل سبعينيات القرن الماضي، وأقيم للتعبير بين مختلف شرائح المجتمع آنذاك بارتداء أقنعة تخفي أي شكل من أشكال الهوية بين الفئات الاجتماعية. معايشة الأجواء الاحتفالية كانت سبباً لحضور زوار من بولندا أيضاً، وقالت إيزابيلا أن توقيت الكرنفال مثالي للحضور، لا سيما وأنه سيستمر إلى نهاية فبراير الجاري.